اهلا بك عبد العزيز وبمشاهدي التاسعه. نحن عبد العزيز في احدى ضواحي غازي عنتاب، حيث تحولت احدى المنتزهات العامه في المدينه الى واحد من عشرات مخيمات النازحين. كما تشاهدون خلفي، هذه المنطقه كانت قبل ربما في شهور الصيف وبدايه الشتاء كانت مكانا للعب الاطفال وممارسه رياضات الجري وما سواه من أنشطة ترفيهية. الآن هي يخيم عليها الحزن والبرد، وداخل هذه داخل هذه الخيام عبد العزيز هناك تحكى قصص الفقد والمواساة. كل هذه الأسر ربما خرجت من منازلها في السبعة الأيام الأخيرة، البعض فقد صديقا أو حبيبا أو أخا أو قريبا، آخرون أيضا ساءت يعني تدهورت أوضاعهم بسبب هذا الزلزال. ربما لم يفقدوا أحدا من أقاربهم، لكنهم تم تهجيرهم وتحولوا إلى مشردين في المدن الجنوب التركي، حيث تقول الكثير من الشهادات في جنوب ولايات الجنوب أن هناك الآلاف يخرجون طوال الساعات الأسبوع الماضي، طوال اليوم يخرجون من منازلهم التي أصبحت عرضة ربما للهزات الارتدادية. تحدثت اليوم مع عدد من المواطنين أو السكان في هذه الخيام، مواطنين أتراك وأيضا بعض اللاجئين السوريين، تحدثوا أنهم غادروا منازلهم بسبب الخشية من سقوطها بعد أن ظهرت عليها الشقوق بسبب الزلزال بعد ثلاثة أيام من هزات ارتدادية متواصلة. بشكل عام هناك أخبار جيدة عبد العزيز، أكثر من ستة من الأتراك تم انتشالهم في عدد من الولايات، في هاتاي وفي أديامان، وأيضا هناك إنقاذ لشخص في مقاطعة أنطاكيا بولاية هاتاي بعد بقائه أكثر من 183 ساعة. هناك طفلة تم إنقاذها في ولاية أديامان بعد مرور أكثر من 178 ساعة. أيضا تتحدث مصادر التاسعة عن إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عاما بعد مرور 177 ساعة. هناك الكثير من التطورات في الملف الإغاثي. ينضم إلي دكتور معاوية حرصوني، مدير التنفيذي لإحدى أهم الجمعيات العاملة في القطاع الإغاثي في تركيا وسوريا منذ سنوات. أولا أهلا بك في التاسعة دكتور معاوية. مباشرة نحن في موقع أحد مواقع مخيمات النازحين. بشكل عام، هل بدأت ملامح تشكل مخيمات النازحين في مقاطعة الجنوب التركي بشكل عام؟ أهلا بكم، شكرا لكم أستاذ المشاهدين. بالحقيقة الكارثة الإنسانية التي خلفها الزلزال المدمر والذي ضرب جنوب تركيا وأيضا شمال غرب سوريا كانت له أثار سلبية كبيرة كما تحدثت قبل قليل. هذه الخيام قبل أيام لم تكن موجودة، قبل أسبوع بالضبط لم تكن موجودة أبدا في هذه المنطقة. اليوم تتحدث في غازي عنتاب وحدها عن معظم السكان أو 90% من السكان غادروا منازلهم وأصبحوا يعيشون إما في السيارات أو إما في الخيام التي تراها هنا أو على قارات الطرقات. دكتور معاوية، المخيمات هذه كما تحدثت مع الكثيرين من المواطنين المتضررين اللاجئين السوريين جاءت متأخرة أولا وليست كافية. ما هو حجم الاحتياج؟ للأمانة الدولة التركية هنا كانت غير مهيئة لزلزال يضرب عدة ولايات في لحظة واحدة. إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد يعني كانت تركيا كدولة دائما تتعرض لزلازل، لكن ليس كهذا الزلزال. هذا الزلزال ضرب ولاية كهرمان مرعش، ضرب غازي عنتاب، ضرب هاتاي. آخر زلزال كان في عام 2011 في ولاية فان. تماما، فهذا كان للأمانة كان من أكبر الزلازل المدمرة التي حصلت في هذه الفترة، فتحتاج للأمانة لجهود دولية لتساعد في هذا الأمر. تأخرت قليلا لكنها الوضع كان لحد الآن هو أسوأ بكثير في شمال غرب سوريا. هنا وجدت دولة، وجدت مساعدات دولية كبيرة جدا، استطاعت اليوم أن ترى يعني كما تشاهد يوجد خيام تأوي هذه الناس. أما في شمال غرب سوريا للأسف لحد هذه اللحظة الوضع. دكتور معاوية، أنتم شركاء لكثير من المنظمات الدولية وبالتأكيد أحداها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. في هذا السياق، في الآن هناك حديث عن وصول مساعدات للكثير المحتاجين، تحدث لي بعجالة ماذا يحدث في سوريا الآن في هذه الساعة؟
سأبدأ من الأضرار. اليوم في سوريا سجلت المساعدات للأمانة تأخرت كثيرا. المساعدات الأممية لم يكن هناك أي جهود لمحاولة إنقاذ الأبرياء تحت الأنقاض. اليوم نحن نتحدث في سوريا عن إيقاف عمليات الإنقاذ، بدأوا بمرحلة البحث والانتشار. المساعدات السعودية وصلت، كانت هي المساعدات الأولى، المساعدات الدولية التي تعبر الحدود السورية التركية، كانت المساعدات السعودية المساعدات الأولى، تلاها مساعدات أخرى من دول قطر وأيضا الكويت. هل بدأ وصول الخيام إلى بلد؟ نعم، المساعدات السعودية بدأت منذ يومين، تم إنشاء مخيمين باسم المخيم السعودي في أكبر المناطق التي متضررة في شمال غرب سوريا في مدينة جنديرس، حيث تأوي اليوم مخيمين يؤون حوالي 450 عائلة في هذين المخيمين. وتلا أيضا اليوم مساعدات أخرى هي أتت من الأمم المتحدة، وكانت أول مساعدات غير مجدولة. دكتور معاوية حرسوني يعطيكم العافية، نتمنى المزيد من التوفيق لكم في الجانب التركي وأيضا في الجانب السوري. شكرا جزيلا. عبد العزيز، أخيرا، هناك طبعا الكثير من التطورات لا تحصى، لكن دعني أؤكد، أو هناك خبر حقيقة متداول بشكل كبير في الإعلام التركي وفي ومثير للجدل، حول تأخر الجيش التركي في الدخول في الأزمة. يقول منتقدو الرئيس التركي أردوغان بأنه حاول منع الجيش التركي من التدخل والدخول على خط الأزمة من حيث التدخل اللوجستي وبناء الجسور حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المناطق في الجنوب، وهذا جزء من الحملة التي تديرها المعارضة الآن في هذا الوقت في هذه الأزمة ضد إدارة الحكومة التركية للأزمة. شكرا جزيلا لك عوض الفياض، موفد MBC، على كل هذه المعلومات.